السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا هنتكلم النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة على ازاي تحسب عدد الطوب في المتر المسطح والمتر المكعب. احنا مش عايزين حضرتك تحفظ ان مثلا المتر المكعب فيه 440 طوبة وان المتر المسطح فيه 58 طوبة، لا انت ما تحفظهاش، لان مقاس الطوب بيختلف، مقاس الطوب بيختلف معاك، فبالتالي انت تعلم ازاي بتحسبها وان شاء الله يعني تقدر تحصرها بسرعة يعني. فقال لك انت لمعرفة عدد الطوب اللازم للحوائط التي تم حصرها يجب علينا معرفة مقاسات ايه الطوبة. زي ما قلت لك انت ما تحفظ، انت بناء على مقاس الطوبة تعرف المتر المسطح فيه قد ايه والمتر المكعب فيه قد ايه. تمام. طيب هقول لك، لو انت عندك طوبة اللي هي الستاندرد اللي هي 24 في عرض 12 في ارتفاع 6، قال لك دي في المتر المكعب بيكون 440، وقال لك انت بتاخد 1 سنتي سمك العراميس او العرانيس. ايه ال1 سنتي ده؟ اللي هي المونة اللي بتبقى بين الطوبة والطوبة. تمام. فهو اخد، هو بيحسب في المتر المكعب، فاخد 1 متر مكعب على، يعني اخد في البسط 1 وفي المقام كتب ابعاد الطوبة. لو لاحظنا ال24 هو كتبها 0.25، خد في حسابه 1 سنتي عراميس اللي هو 1 سنتي المونة اللي بين الطوبة والطوبة. في 13 ما قالش في 12 ليه؟ واخد 1 سنتي عراميس. في 7 من 100 اللي هي 7 سنتي ما قالش 6 ليه؟ لانه واخد في حسابه سنتي عراميس، هيطلع معاه 440 طوبة. تعال ندخل على المتر المسطح. احنا لو لاحظنا في المتر المكعب في المقام هو ضارب في 3 أبعاد بتوع الطوبة، أما في المتر المسطح هو ضارب في طول الطوبة في ارتفاعها فقط. فعندك قسم 1 على 25، قلنا ان هو ما ضربش ما قالش 24 ليه؟ اخد في حسابه سنتي عراميس. في 7 من 100 اللي هي 7 سنتي ما قالش ليه 6؟ عشان في سنتي عراميس. تمام. في 1 على 0.25 في 0.07 تطلع 58 طوبة. اتعلم ازاي تحصرها وما تحفظهاش. اتمنى تكون المعلومة وصلت وتكون عجبت حضراتكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.